ربيع العفوي اختار بعض الحالات التكتيكية اللي ممكن توضح مجريات المباراة ولماذا تفوق الرجاء على الوداد المغربي. تفضل كابتن. هو اعتقد بان المشاكل التي يعانيها فريق الرجاء البيضاوي خاصه على مستوى التنشيط الهجومي، تلاحظ بان متولي دائما هنا الدفاع 4-4-1، كان 4-5-1، لكن في هذه الحاله بدات في هذا التوقيت كان خرج داري وبالتالي يلعب فريق الوداد منقوص العدد. هنا دائما سقوط اللاعب متولي يفرغ مكانه ويدخل الى العمق، هنا استرجاع الكره على مستوى المرتدات، لكن اسماعيل الحداد دائما ما يحاول انه المرتد الفردي، هنا كان بامكان التمرير للكرتي وبالتالي المسانده الهجوميه، اختار انه يذهب لوحده وكان فعلها قبل هذه، دائما يحاول دائما انه يجد الحل الفردي ولم ينجح. هنا لاحظ معي تقريبا متولي لا زال ضالا على الجهه اليسرى، وهنا اللاعب ناناح يحاول ان يمارس الجهه اليمنى وبالتالي لا يجد احد وسوف يرجع الكره مرة أخرى للاعبين، هذا يعطي فرصة كذلك لتمركز لاعبي الوداد، سوف يعود اللاعب الكعبي ومن ثم مع أنهم كانوا ضد 9 سوف يصبحون ضد 10، محاولة البناء الهجومي لا تجد هناك حلول، محاولة اللاعب العرضي الذي لم يفيدهم في شيء، ولهذا المستوى الفني خاصة في هذا الشوط كان سيء وسيء جدا، وتلاحظ هنا الفريق منقوص العدد تقريبا لمدة دقيقتين، وهنا سوف يحاول أنه يقوم بالعرضية ولاحظ تقريبا 2-3 فقط بالنسبة لهجوم فريق الرجاء البيضاوي. هذا المشاكل التي عانى منها تحسنت خاصة بعد التغيير الذي قام به المدرب السلامي بخروج ناناح ودخول أحداد الذي يلعب على الجهة أقصى اليسار، ومن ثم تثبيت محسن متولي كصانع ألعاب في الوسط. هنا مررنا إلى الحالة الثانية. هنا الحالة الثانية تجسد هذا الكلام اللي قلته، خاصة نقوم بعد التغيير بعد الدقيقة 61 بدخول أحداد، هنا تلاحظ بأنه نهج سياسة أخرى، وهو بمجرد عند الكرة عند المدافعين اللعب المباشر للاعب الأجنحة أو المهاجم حتى أنه يتجاوز خط وسط الميدان، ولاحظ هنا الانتشار الجيد، ثلاث مهاجمين وصانع ألعاب متولي حتى على مستوى ضياع الكرة يعطيك فرصة أنك تسترجعها بسهولة نظرا لتقارب اللاعبين وتقارب الخطوط. هنا محاولة بناء الهجمة، تغيير جهة إلى الجهة اليسرى، وهنا سوف تحاول بأنه تمريرة جيدة، تلاحظ هنا محاولة العرضية. هنا في هذه الحالة الطبيعية نتكلم على 5-4، لكن هنا أريد أن أتكلم على اللاعبين الذين في البوكس 4-3، مع أنه فريق الوداد البيضاوي تقريبا يدافع بثمان لاعبين، وهنا التنشيط الهجومي الذي تغير نسبيا لفريق الرجاء البيضاوي. هنا الهدف جمال السلمي أيضا مجسد هذا الهدف، هنا تشتيت الكرة لا يمكن أن نقول بأنها تمريرة، لكن لاحظ تمركز متولي كوسط، ولاحظ دائما ثلاثة المهاجمين المساندين، هنا متولي يعني استلام جيد يضرب به يعني لاعبي الارتكاز اللي كانوا الكرتي وكذلك اللاعب النقاش، لكن هنا تمريره جيده في المساحه، ومن ثم احداد نعرفوا سرعته يعني صنع الفارق امام نصير، تسديده وهدف جيد يحسب للعمل الذي قام به متولي، خاصه كما قلنا التغيير التكتيكي، لان متولي شفنا تقريبا في المباراه يعني يتوغل الى وسط حتى انه اطر على اللاعب نناح الذي لم يقدم مستوى جيد، والتغيير التكتيكي يحسب للمدرب.